مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء، اسعد الله مساءكم وجميع اوقاتكم مره اخرى من خلال هذه الانطلاقات وهذه التحديات. على بركه الله اعلنت انطلاقه شوطنا الثالث عشر الخاص للابكار الحقايق من مسافه 3 كيلومترات ضمن فعاليات وتحديات كاس سباق كأس الاتحاد السعودي للهجن. انطلق وعلى بركة الله هذا الشوط ويحمل لنا في طياته أسماء كبيرة وشعارات خطيرة. البداية مع المركز الأول مع مياسه من تحتل الصدارة بشعار ماجد بن محمد بن حمد المري، من يقدم لنا مياسه مع المركز الأول. المركز الثاني من وصلت الآن وتقدمت الظبي هادي بن صالح بن علي اليامي مع المركز الثاني، والمركز الثالث من وصلت الآن وتقدمت هنا الشامخة بشعار سعود بن محمد بن فهيد الرزقة مع المركز الثالث، والمركز الرابع من وصلت الآن وتقدمت بشعار سلمان بن عبيد بن سلمان آل تميم الدوسري، من يقدم لنا الظبي مع انطلاقة المركز الرابع، والمركز الخامس الانطلاق من شعار سلطان بن صالح بن حمد آل عويره الكربي، يقدم لنا النويعس مع انطلاقة المركز الخامس. هذه النتيجة، هذا هو نداؤنا الأول مشاهدينا ومتابعينا الكرام، والعودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى المركز الأول. من غيرت هنالك الشامخة بشعار سعود بن محمد بن فهيد الرزق، ينطلق مع المركز الأول ليقدم لنا الشامخة مع انطلاقة الصدارة. المركز الثاني مياسة ماجد بن محمد بن حلفان الشرس، من يتابع لنا هذه الانطلاقة، ولكن دخول من شعار سلمان بن عبيد بن سلمان الدوسري يقدم لنا الظبي. من غيرت الآن مع مركز الوصافة مع الظبي سلمان بن عبيد بن سلمان الدوسري، المركز الثالث مياسة ماجد بن محمد بن حلفان، والمركز الرابع شعار المركز الرابع شعار هادي بن صالح بن علي اليامي، والمركز الرابع من قدمت الآن، والمركز الخامس وصلت الآن هوايل حمد بن راشد بن حمد آل بريص المري مع انطلاقة المركز الخامس. هذه النتيجة ونداؤنا الثاني للمراكز الخمسة الأولى، ولكني أرى أسماء. الله الله، وصلنا الكيلومتر الأخير ودخلنا أجواءه ودخلنا تحدياته، وبقيادة الشامخة بقيادة الشامخة شعار بن بيشان سعود بن محمد بن فهيد الرزق. الله يا بن بيشان، ينطلق مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط. الظبي مع المركز الثاني سلمان بن عبيد بن سلمان الدوسري، ولكن ارصدوا القدوم من نايف بن علي بن سليمان الجهني مع سيوف مع سيوف، ولكن هوايل تحركت مع المركز الرابع. السلام حمد بن راشد بن حمد آل بريص المري، ولكن العودة إلى الشامخة إلى الشامخة إلى الشامخة إلى بن بيشان إلى بن بيشان. سعود بن محمد بن فهيد الرزق مع المركز الأول، يلا يا بن بيشان روح، النقطة ثمينة النقطة غالية في سباق كأس الاتحاد السعودي للهجن. المركز الثاني هوايل هوايل واصلة هوايل منطلقة مع المركز الثاني. الله، ولكن الشامخة 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 سعود بن محمد بن فهيد الرزق مع الشامخة مع الشامخة، ولكن ارصدوا لي شعار الوصول من هذا الشعار، شعار بهزاع شعار بهزاع، وصل الآن مع الشاهنية راشد بن خميس العمري. اللحظات الأخيرة بن بيشان بن بيشان، ولكن العمري بن بيشان والعمري بن بيشان والعمري. الله الله
اللحظات الأخيرة والدخول الجماعي مشاهدين الكرام ما بين العمري ما بين بن بيشان ما بين الشامخة وما بين الشاهينية. الله الله الله، تهانينا والنماس مشاهدينا ومتابعينا الكرام على هذا الأداء الكبير، بن بيشان وراشد بن خميس العمري، واللحظات الأخيرة واللحظات القاتلة واللحظات يا لحظة ما بعدك لحظة، الشامخة وسيوف أو هنا الشامخة والشاهينية، الشاهينية والشامخة، دخول جماعي. سوف نتعرف على صاحبة المركز الأول، الشاهينية لراشد بن خميس العمري والشامخة بشعار سعود بن محمد بن فهيدة الرزق. إذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام سوف نتعرف بعد لحظات على صاحبة المركز الأول الشاهينية، من غيرت من الأمور مع اللحظات الأخيرة، راشد بن خميس بن عامر العمري. ماذا فعلت يا أبو هزاع مع اللحظات الأخيرة؟ تهانينا والنماس لأبناء سلطنة عمان. 4:35.24 توقيت الشاهينية لراشد بن خميس بن عامر العمري، والمركز الثاني كانت الشامخة، الشامخة التي قدمت أداء وعرض تشكر عليه لسعود بن محمد بن فهيدة الرزق. 4:35.34، والمركز الثالث كانت رتيل لمشاري بن ناصر بن سالم الرزق، وكان توقيتها الزمني 4:37.17، والمركز الرابع كانت هوايل لحمد بن راشد بن حمد البريص المري، والمركز الخامس الشاهينية بشعار محمد بن سالم بن عيد العطيات. إذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام كان شوطا حماسي، كان